مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده ويوم الحد ومن احلى لاحلى بكون معاكم كل يوم سبت وحد من الساعه 7 ل 8. الاعاده بتكون كل يوم خميس وجمعه الساعه 10 صباحا. تواصلوا معايا اكتر صفحتي فيسبوك انستغرام تيك توك امينه شلبايه او صفحه البروجرام من احلى لاحلى. فاصل ونبدا البروجرام على طول. ورجعنا لكم تاني، والابتسامة الحلوة هي جزء كبير من جمالنا، بس الابتسامة الحلوة معتمدة على أسنان تكون أكيد حلوة. النهاردة هنتكلم على موضوع أنا شايفاه موضوع قوي جدا، يمكن مش ناس كتيرة اتكلموا فيه، وفعلا تبوظ حاجة، مشكلة في أسناننا تبوظ ضحكتنا، هي تصبغات الأسنان. هنتكلم عليها أكتر، هنتكلم على أسبابها، طرق الوقاية لو فيه، وأحدث طرق لمعالجتها. ضيفي النهاردة دكتور حسن مسعد نجم، استشاري علاج التحفظي وتجميل أسنان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. إزيك؟ عامل إيه؟ معايا إن الابتسامة الحلوة هي الجمال كله. أكيد أكيد. دكتور، يعني إيه الأول تصبغات الأسنان؟ يعني الألوان مش لون واحد، الأسنان مش لون واحد، بمعنى إن الأسنان المفروض ربنا لما بيخلق السنة بتبقى ديجريدي من لون للون للون للون، بس هي كلها فرينج لون واحد. لكن لما يبقى في النص او في جنب سنه صبغه زياده عن الاسنان، فبنلاقي ان الموضوع واخد عين اللي بيكلمني. يعني مش هاممني كل السنان، هاممني بس ايه اللون الابيض الزياده ده، ايه اللون الاصفر زيادة. يعني هتلاقي ده حقيقي يا دكتور، بنبص عليه فعلا. بالظبط. طب هل في الوان للتصبغات؟ على فكره الابيض زياده بيعتبر صبغه، الاصفر زياده بيعتبر صبغه. يعني في ناس بتبقى عندهم اسنانهم لون واحد وفي النص تلاقي صبغه بيضه في النص زياده عن اللزوم، وفي ناس اسنانها صبغه صفرة في النص، وفي اسنان صبغه براون، نوصل للبراون والبلاك كمان يعني. طيب خلينا نمسك البيضه الاول يا دكتور. تقول لنا اسبابها ايه، وايه احدث طرق للعلاج بتاعها؟ الصبغه البيضه دي الناس كانت مش واخده بالها منها، او كانت فاكراها ان هي حاجه ممكن نعديها، لكن ريسنتلي مع الكاميرز والفلترز والحاجات دي كلها اصبحت الناس بتتضايق منها جدا، عشان بقينا بنتصور كتير بنشوفها. صحيح. فهو طيب هي عباره عن ايه؟ هي حاجه من الاثنين، يا حاجه الانسان بيبقى مولود بيها فهي جيناتيك، يا اما حاجه نتيجه ان احنا بنشرب ميه فيها فلورايد زياده، فهي عامل حاجه اسمها في الطب اسمها فلوروزس، بتبقى سبوتس كتيره قوي لونها ابيض. بنشرب ميه زياده؟ ميه زياده فيها فلورايد، ودي ودي موجوده اكتر في منطقه الخليج. أوكي. فدي بيبقى اسمها فلوروزس. وده او وجود تسوس، التسوس بيبقى عامل لون ابيض فوقيه، وهو ده اسمه هيدن، تسوس مخفي. طيب هل التصبغ الابيض ده ممكن ليه علاج؟ كان زمان ليه علاج، وكان علاج الناس بتستسهله اكتر، اللي هو ايه؟ ان احنا بنشيل التصبغ بالموتور بتاعنا وبنحط مكانه حشوه، اذا احنا شلنا من جسم السنه. بتحطوا حشوه بيضة، حشوه نفس لون الاسنان، نفس لون الاسنان. فالسنه كلها خلاص بتبقى نفس اللون. اوكي. طيب ايه المفروض دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ لا خلاص احنا دلوقتي رايحين تو بي كونزرفاتيف، ان احنا نبقى محافظين جدا جدا على كل ملي في الاسنان. أوكي. ما نشيلش خالص من جسم السنه. طيب ايه اللي حصل؟ اخترعنا ماده جديده اسمها ريزن انفلتريتد. الماده دي واحنا قاعدين بنحطها على الصبغه البيضة لمدة دقيقتين لثلاثة، وبنشوف النتيجة واحنا قاعدين على الكرسي، بنلاقي خلاص ان الصبغات البيضة دي اختفت تماما، والسنة كلها بقت لون واحد. طب ازاي بتختاروا الدرجة؟ ولا هي بتاخد من الاسنان كده؟ هي بتبقى نفس لون الاسنان، يعني هي بتاخد الماتيريال اللون نفسها من نفس لون السنة. أوكي. تمام؟ بنشوفها اكتر بقى لو الانسان مش مخلوق بيها، او بيشرب المية اللي فيها فلورايد زيادة عن اللزوم. بنشوفها كتير قوي 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 بعد التقويم. بعد التقويم. بعد أيوة. التقويم. بعد ما الناس بتشيل البريسز، بالذات في السن الصغير اللي هو من 13 ل 18 ل 19 ل 20، بيبقى في خط كده. وبيبقى في مكان الفص التقويم لاين ابيض لاين ابيض. أيوة. لاين ابيض، مربعات بيضة كده. طيب ده صغير، هل هنبدا نحفر الاماكن دي ونحط حشوات؟ يبقى احنا حشينا اسنان اطفال.
في سن صغير ده ولا نحط لهم الماده دي اللي هي ريزن انفلتريت. احنا معانا صور يا دكتور. في ممكن نشوف الصور اهي. دي صور للصبغات البيضاء بتاعتنا. وبعد ما حطينا الريزن انفلتريتد بدا الصبغات تروح. يا دكتور انت شايف انت شايف شايف اوكي طب دكتور اسالك حاجه, مكان البريسز ده هم بيبقوا صغيرين, هل لو سبناها مع الزمن ممكن تروح ولا لا؟ بتزيد. لان هي بتبقى نتيجه اهمال زياده واحنا حاطين البريسز. مش بنغسل سناننا كويس, مش بننظف سناننا كويس. فبيبدا يحصل نزع المعادن من الاسنان من حوالين الفص البريسز دي. فبتبقى عامله خط مربع كده, لما نشيل البريسز نلاقي مكانه خطوط مربعه مكان البريسز. طيب هل دي بتروح بالوقت؟ لا مش بتروح بالوقت, وبتفضل موجوده. يعني ممكن حد كان حط بريسز من 10 سنين وبيجي لي اقول له يا انت كنت حاطط بريسز, يقول لي عرفت ازاي؟ بس دي لونها غامق شويه يا دكتور ولا ايه؟ هي لون الاسنان كده تمام. احنا بس عملنا حتى الاثنين اللي في الوش عشان نفرق ما بين اللي في الوش والجناب بعد نشيل بعد البريسز. بعد البريسز بالظبط. فبتعتبر حل هايل طبعا للاطفال والناس الصغيرين. ليه؟ لان انا مش هينفع دلوقتي اعمله هينفع طبعا اعمله حشوات لو الماده مش موجوده, بس ايه الاحسن؟ طبعا ده احافظ على السنه بحالها طبعا زي ما ربنا خلقها. فبحط مكان الريزن انفلتريتد دي, وبعد ما احط الريزن انفلتريتد بلاقي خلاص السنه رجعت للون الطبيعي اللي ربنا خلقها. ودي بتفرق جدا بعد التقويم جدا. الوايت سبوتس اللي بنشوفها بالفلورايد والجيناتيك مش ناس كتير قوي في مصر بتعرفها, لان الميه بتاعتنا مش كتير قوي فيها فلورايد, لكن الخليج عندهم الموضوع ده زياده عن اللزوم. لكن كل مصر عامله بريسز, فلما بتشيل بريسز بتلاقي الوايت سبوتس دي, يقول لك هو انا رصيت سناني وبعد عشان كده عشان يبقى لا, فبيلاقي ان الرصه ظبطت والالوان كمان ظبطت. طب دكتور هل كل الناس بينفع معاها الطريق؟ يعني كل الناس بيجيب نتائج 100% في حضرتك قلته ده؟ احنا بنحطها في نفس اليوم وبنشوف النتيجه واحنا قاعدين, بس بنطلب منه حاجه واحده بس, لو سمحت انا محتاج اشوفك مره كل 6 شهور. أوكي. علشان افولو اب الموضوع ده, هل محتاج لاير زياده ولا احنا خلاص كده الموضوع كده تمام بالظبط. فهو ده احدث طريقه للتخلص من الوايت سبوتس او كل المشاكل اللي انت قلتها بالظبط. طب الدارك بقى, الحاجات اللي بتبقى غامقه يا دكتور دي برضو تقول لنا سببها وبرضو احدث طرق لعلاجها. الدارك الطبيعي نتيجه الشاي والقهوه والاماء الحاجات دي كلها, دي بيبقى نتيجه الاسنان لونها طبيعيه والتصبغات حصلت, فبدات الاسنان تبقى لونها غامق. دي بتروح بايه؟ يا اما بنعمل بولشنج وبعد كده بنعمل ليزر بليتشنج. انا برضو لازم نسترس على موضوع ليزر. طب ليه ليزر؟ ان الوقت كل ما بيقل كل ما تعرض الاسنان للجل والضوء اقل, كل ما النتيجة بتبقى أحسن والحساسية بعد كده أفضل, ما فيش حساسية خالص. لكن الأجهزة اللي بتقعد أطول فترة ممكنة بتعمل حساسية شوية. لكن الليزر لا, الليزر ما بيعملش الموضوع ده, لأن احنا بنقعد فترة قليلة جدا ماكسيمم 9 دقايق. فالموضوع بيخف. ده في نتيجة التصبغات الخارجية, الشاي والقهوة والنسكافيه والكلام ده كله هو اللي بيعمل, فنقدر نتغلب عليه بالمواضيع دي. طيب في بقى حاجة تالتة اللي هي التصبغات الداخلية للأسنان. الموضوع وصل لدرجة ان السنان بقى نفسها لونها براون بني او بلاك, نتيجة ان الصبغة قعدت فترة طويلة جدا ما تشالتش, فبدأت تبنتريت اكتر وتزود الموضوع ده. في الحالة دي ولا ريزن انفلتريتد هينفع اللي هو بتاع الوايت سبوت, ولا اول ولا تاني واحدة هينفع اللي هو بتاع الليزر بليتشنج. ليه؟ لان مهما حصل مش هنقدر ندخل جوه جسم السنة للدرجة دي. زي الصورة اللي قدامنا دي, ده حد كان عنده سنان اصلا متلونه تماما, واقترح عليه قبل كده ان هو يتعمل له كراونز او يتعمل له فينيرز, ان احنا نبرد جزء من الاسنان ونحط الاسنان. الحاله دي كانت فيري تشالنجينج, متحديه جدا بالنسبه لي, ان احنا ازاي ما نبردش ولا ملي من الاسنان ونطلع النتيجه بالطريقه اللي حضرتك شايفها دي. حاجه التكنولوجي الجديده اللي اسمها اللامينيرز. اللامينيرز ان احنا ما بنبردش الاسنان, بنحط عليها عدسات زي اللي احنا شايفينها دي, بحيث ان هي في الاخر تماسك الديسكالريشن ده اللي احنا شايفينه, التلون اللي احنا شايفينه ده, وما نشلش من الاسنان ولا اي طب حاجه. طب دكتور لما بتحط ده السنان ما بتبقاش عاليه شويه؟ يعني بتحس ان يعني لو حد مثلا عنده بدايه ضب مثلا يطلع اكتر عشان انت حطيت لير, ولا رقيقه جدا؟ هو ده اختيار الحاله. ليه احنا بنقول يعني امتى اختار الحاله؟ لما الحاله تبقى في الوضع الستريت وان احنا مش هنقدر نزود الضب ده. احنا بندرس في الجامعه التجميل, فلما
تطلع الحاله جميله هي في وشك اولا، هي حالتك انت يعني، تمام. لكن لو الحاله طلعت بضب يبقى للاسف انت اخترت الحاله غلط، مش الحاله هي اللي عندها ضب. طب دكتور هخرج شويه عن الموضوع ده. انا عارفه دايما يا دكتور ان الجسم ممكن يقاوم لو مثلا داخل عليا برد فيروس بقاومه، يعني مناعتي بتقاومه. ليه السنان مش كده، ولا السنان ممكن تقاوم برضو وانا مش عارفه؟ ده سؤال في منتهى الاهميه وهايل جدا. احنا هل الاسنان بتقاوم؟ اه طبعا بتقاوم. فين؟ عمري ما شفت اي وبنصرخ وبنجري للدكتور. ليه بقى؟ لان احنا متاخر جدا ان هي في الاول بتحاول تقاوم وبتحاول تعمل كل حاجه في امكانياتها ان هي تقاوم، لكن طول ما احنا بناخد مسكنات وساكنين لا هي خلاص هتقف، مش هتقدر تقاوم. الموضوع كله في ايه؟ هو اللايف ستايل بتاعنا هيساعدنا ولا مش هيساعدنا. شرب المياه الغازيه بكميات كبيره جدا ده هيساعد الاسنان ان هي تقاوم؟ لا طبعا. التسوس هو عباره عن اول حاجه نزع المعادن من الاسنان اللي هي الكالسيوم والفوسفيت وغيرها من المعادن. اول ما بنشيل المعادن من الاسنان بيبدا الاسنان تتخرم وتكون التسوس. صح. امتى الجسم يشتغل؟ لو اللعاب اللي حوالين السنه دي كلها في الوسط القلوي او المتعادل. طول ما الوسط اللعاب ده حامضي، حامضي هيطلع من ايه؟ من النسكافيه، من المياه الغازيه اللي بطريقه، على فكره المياه الغازيه دي لو احنا جبنا سنه مخلوعه وحطيناها في مياه غازيه فتحناها بعد اسبوع هنلاقي حاجه مش ممكن نتخيلها، ممكن نلاقيها مش موجوده اصلا. ايوه. طيب بعد كده، بعد ما نخلي اللعاب متعادل او واصل للدرجه القلويه، هتبدا اللعاب نفسه يرسب في الاماكن اللي اتخرمت خرم صغير دي حاجه اسمها معادن كالسيوم وفوسفيت، حاجه اسمها ريمينراليزيشن، اعاده ترسيب معادن. لما المعادن دي هترجع تاني تتحط في الاسنان، الاسنان بتحافظ على نفسها وبتقوي نفسها اقوى من الحشوه اللي انا هحطها او اقوى من اي تدخل الدكتور اصلا هيعمله. هعمل ده ازاي؟ احافظ على اللايف ستايل بتاعتي. انا هاكل دلوقتي، انا هخسر سناني بعد ما هاكل دلوقتي وبطريقه صح. انا هوقف خالص المياه الغازيه مش هشربها. في ترند جديد طالع المياه القلويه، ليه الناس كلها متوجهه للمياه القلويه وان الجسم يبقى قلوي؟ طول ما الجسم في المياه القلويه في الوضع القلوي او المتعادل كل حاجه هتقدر تعالج نفسها بنفسها. طول ما احنا رايحين للاسيديتي او الحامضيه كل حاجه بتنهار. دكتور بجد بشكرك جدا، نورتني. انا ذات نفسي استفدت منك كده النهارده بجد. ده بشكرك شرف جدا والله، ربنا يخلي حضرتك. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول. ايوه كده، حلو كده. نسيت حاجه، نسيت اجيب الحلو، نسيت في البوفيه. زحمه مش عارفه اروح اجيب الحلو. نفسي اتقطع والله العظيم، نفسي اتقطع. طب هروح اجيبه واجي. مش عايزه اقول لكم، حرب البوفيه، حرب. الناس عامله كده، مش فاهم الناس عامله كده ليه. طبعا ده ايه يا جماعه؟ ده الاوبن بوفيه مأساة، مش مأساة، اكتر من مأساة. الاوبن بوفيه يا جماعة اكتر من مأساة. طيب انتي متزرزرة قوي والبوفيه زحمة ومش طايقة نفسك والاكل هيخلص. طب ما طبعا الاكل هيخلص باللي انتي عاملاه ده، وانتي متزرزرة ليه؟ عشان البوفيه زحمة؟ طب ما انتي عاملة زحمة في البوفيه، بذمتك هتاكل الاكل ده كله؟ الاكل ده كله هتاكليه؟ مش حرام يا جماعه؟ حرام، ده في ناس مش لاقيه تاكل كل الاكل اللي انت حطاه ده هتاكليه؟ وايه كم الاطباق اللي حواليكي ده؟ يعني انت هتاكلي ايه بالظبط؟ يعني هتاكلي بال 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 من ده، ولا هتاكلي من ده، ولا هتغمسي الملوخيه، ولا هتشربيها؟ شفتي عملتي الشوك وسكاكين وبعترتيهم ازاي؟ طيب قواعد الاوبن بوفيه ده يا جماعه غلط، ده غلط غلط، ده مأساة، ده حاجه ما فيهاش اي نوع من اي حضاره المنظر ده. طيب دلوقتي انت جبتي طبق، الطبق ده انت حاطه فيه فراخ
وحاطه فيه مكرونه وفي رز جنب المكرونه وحته لحمه، انت هتاكلي ازاي؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اكل انا هاكل ازاي؟ يعني هقطع الحته دي ازاي؟ ولا هنزل لتحت وشويه مكرونه على لحمه، يعني هقطع اللحمه مع الفراخ وبعد كده اشرب الملوخيه ولا اغمسها؟ انا هبدا الطبق ده ازاي؟ ده يا جماعه غلط تماما تماما تماما. طيب ايه قواعد الاوبن بوفيه يا جماعه؟ اولا مفيش حاجه اسمها مليون طبق قدامي والحلو لح على الاكل كاني عمري ما اكلت في حياتي قبل كده. طيب انا دلوقتي بقوم عايزه اشرب شوربه، هروح اجيب الشوربه وارجع بالشوربه واشربها، خلصت الشوربه ماليش دعوه بطبق الشوربه، الويتر هيجي يشيله، اقوم تاني اجيب اكل متناسق مع بعض. يعني اقوم اجيب مثلا عايزه شويه رز مع مثلا سمك وجنبيه سلطه وارجع، ارجع زي الهانم كده اقعد اكلها في مليون. بصوا كام شوكه وسكينه، خلاص خلصت الطبق بتاع السمك، اسيب الشوكه والسكينه في الطبق، ما اخدش طبق تاني البوفيه، الويتر هيجي يشيله. اقوم عايزه اقوم اجيب لحمه وخضار وشويه مثلا محشي جنبي، اي حاجه متناسقه مع بعضها، اوكي مثلا سلطه ومحشي ولحمه، اجي اقعد اكله، خلصته الطبق يتشال اقوم اجيب طبق تاني. على فكره مفيش قاعده في الاوبن بوفيه ان عيب تقومي مرتين، لا عيب تقومي ان شاء الله تقومي مليون مره، تروحي وتيجي مليون مره، مفيش اي حاجه عيب. لكن العيب اللي بيحصل ده، خلصت الاكل اقوم اجيب طبق الحلو، لكن منظر طبق الحلو يا جماعه جنب الاكل بجد منظر، ما تزعلوش مني، مقزز المنظر اللي انا عاملاه ده، مقزز ان انا احط 100 طبق قدامي، هو طبق واحد. ولو احنا كلنا عملنا كده، من الناس بتخاف بقى تقول ايه اصل الاكل هيخلص، ماشي طبيعي لو انا جبت كل الحاجات دي الاكل هيخلص، ويا ريتني هاكله، انا مش هاكله، انا اللي هيحصل ان هو هيترمى وغيري بقى فعلا مش هيلحق ياكل، الناس الديسنت اللي قاعده اللي مستنيه هوجه البوفيه دي تخلص، لانها استحاله تعرض نفسها للخبطه اللي بتحصل دي وتستنى، هي دي اللي مش بتلاقي اكل، وغيرنا حاطط قدامهم مليون طبق ولا بياكلوه. عيب يا جماعه، خلينا شويه متحضرين شويه، وارجوكوا الحلقه دي مهمه قوي قوي قوي، لان ده ما بيدلش على حاجه غير مش عارفه اقول ايه، هو انا اللي بقوله ان الاوبن بوفيه ماساه، ارجوكوا بلاش، غلط وعيب وحرام. فاصل ونرجع لكم تاني. عارفين تاج المرأة وكلنا عارفين الموضوع ده، لما شعرنا بيكون حلو ومعمول حلو ولون حلو وقصة حلوة احنا بنبقى فرحانين وبيبقى عندنا ثقة في نفسنا كلنا، ده اكيد اهم حاجة فينا شعرنا. النهاردة هنتكلم على ايه الجديد في القصات والالوان ل 2024، وضيفي انا كوافير، انا شخصيا مصاف شعر بجد بحبه جدا وبقدره جدا، احمد زكريا. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ جدا كويس الحلو. لا ده حقيقي، هو اللي عامل لي البوني تيل الحلو ده. كنت لسه اسالك الشعر الحلو ده، الشعر الحلو طول مره واحده. احمد، الموضه في الالوان والقصات السنه دي هل تناسبنا احنا كمصريين وعرب على لون بشرتنا ولا طالعة مننا شوية؟ لا، الألوان اللي طالعة ودرجة الشتاء دوت يعني بتتناسب مع البشرة المصرية وتتناسب مع البشرة السمراء، لأن مفيش فواتح قوي. أوكي، بقينا راجعين شوية للألوان اللي فيها لو لايتس بس بسيطة. أوكي، بنعمل تاتشات في الألوان خفيفة مش حاجات فاتحة قوي، فده بتهيألي بيناسب جدا البشرة المصرية. والقصات هل طويلة ولا قصيرة؟ لا، في القصات نلعب زي ما احنا عايزين نلعب، ما بقاش في موضه محدده في القصه خالص، هي خالص. احنا بنعمل القص اللي يتناسب مع الوش يتناسب يعني. طب القصات السنه دي احمد داخله شويه فيها ديجرادي ولا كاري؟ عارفه بعد ساعات بيبقى فيه ليرز وقصه وكده، ولا داخله في الكاري؟ الاثنين موجودين، الاثنين موجودين. ده اللير موجوده، وبعدين دلوقتي الكاريتن بانكس بقت موضه قوي ودارجه جدا. البانكس بقى دارجه جدا وموضه قوي، زي السبعينات بقى. راجع تاني على القصتين اللي على جنب والثمانينات موضه. حتى لو انا قصص شعر ستريت ممكن اعمل برضو معاه البانج، بتبقى شكلها حلو جدا وبتدي روح في الشكل روح. حتى لو حبيتي تعملي بوني تيل وتنزلي البانج لوحدها ونازله على الشعر، هي بس عشان بقت موضه، لكن احنا لما موضتها راحت القصتين دول لما كل الناس عايزه تطول القصه بتاعتها. ده حقيقي. طيب ممكن نشوف اول موديل. تمام، نشوف. طيب
عندنا طبعا الصور البيفور لو ينفع نشوفها كمان على السكرين بحيث نشوف احمد عمل ايه. كلمنا بقى اللون يجنن، اللون شكله مش مزبوغ، اكن لون شعرات طبيعي. واحنا فعلا قاصدين ده. احنا قاصدين ان احنا يكون شكل الالوان ناتشرال جدا. فاحنا حبينا نعمل لو لايتس في الشعر. الشعر احنا كان البيز بني. عملنا تاتشات يمكن تبان معانا في الاضاءه هنا. عملنا تاتشات بطريقه تبان ان هي مش خطوط الشعر. ما تبقاش الشعرايه فيها خطوط، تدي اضاءه ثانيه للون في الشعر. احنا نبقى شايفينه ناتشرال وكانه لون واحد، ولكن لو ركزنا شويه هنشوف قد ايه الانعكاسات اللي موجوده في اللون باينه زي ما احنا شايفين. ما انا شايفه انعكاسات كتير في هي لون شعرها الاصلي كان ايه؟ اللون كان برضو بني. هو على سكرين. احنا بقى عملنا له تشوكليت شويه. عملناه على موكا او تشوكليت شويه. ولو لايت. ولو لايتس معاه من نفس الدرجات. من نفس الدرجات. فاحنا خدنا درجات الموكا مع الشعر، عملنا ميكس فادت يعني ممكن نقول كابتشينو كده. كابتشينو. يعني طب احمد قول لي حاجه، هو الهايلايتس موضه ولا اللو لايتس ولا ايه موضه الالوان بقى؟ رصها لي كده باللو لايتس هايلايتس كله. ما احنا لو حصرنا الموضوع ايه الموضه، هايلايتس او لو لايتس، في ناس كتير هتتايد. احنا بس يعني حسب درجه اللون اللي احنا شغالين عليها. أوكي. بنحدد ايه اللي يمشي. لكن الهايلايتس طبعا موضه طول عمره وما بيروحش ابدا. الهايلايتس طول عمرها موضه، بس احنا برضو بنضيف كمان اللو لايتس لان في ناس ما بتحبش الالوان الفاتحه وبرضو دارج جدا وموضه قوي. طب هو تدريج الالوان هو اللي موضه اكتر يعني. تدريج الالوان، لكن الالوان رايحه للغوامق اكتر من الفواتح دلوقتي. انا شايف الغوامق يعني، والالوان كمان الالوان النحاسيه كمان، بس دي مش بتليق مع اي بشره فانا كنت هسيبها للاخر. بس برضو دي برضو طالعه موضه جدا مع البنيات بقوه، والهايلايتس او اللو لايتس البسيطه مش كتير اللي هي البيبي لايت بنقول عليها. بيبي لايت في الشعر. طب اخترت لها ليه اللون ده؟ هو لايق معاها جدا، اشمعنى اللون ده؟ اللون ده ليه قصه معانا. انا في البدايه ما كنتش لسه عارف. فانا بتناقش مع الموديل بتاعتي وبنشوف. فلقيتها حابه ان هي تعمل حاجه بسيطه للشعر. عجبتني الفكره جدا. عملنا تيست لقينا شعرها مستجيب. فعجبتني الفكره وطبقت الموضوع معاها مع البني مع الدرجات المختلفه وطلع شكله حلو قوي. مش عارف الصوره البيفور طلعت طلعت الصوره دي ممكن نشوفها تاني. حتى سمعته. غيرنا في القصه كمان، عملنا شويه لايرز في القصه. لايرز. عشان تبان هاي الصوره يا احمد. بالظبط. عملته الليرز بيدي بحس بيدي تقل كده للشعر، بيعمل موفمنت للشعرايه بشكل كويس. بتبقى الشعرايه حره، بنقدر يعني هتلاحظي ان انا ايديا ماشيه رغم ان انا حطيت سبراي يعني، بس بيكون الشعر فيه موفمنت شويه. وهل اللوك ماشي اكتر في الويفز الواسعه دي من الليس السنه دي احمد؟ الترند يعني الترند الويفز الواسعه، ويمكن اوسع من كده كمان. اوسع من كده كمان. يعني ممكن كمان نبقى اوسع من كده بحيث ان الشكل يبقى يا دوبك. واخد شكل ويفز بسيطه جدا. ده دارج قوي، بيبقى شكله ناتشرال وطبيعي والناس كلها رايحه ناتشرال دلوقتي. طيب احنا ممكن نشوف الموديل الثانيه. ثانك يو. هنا انت فتحنا البانجز بقى، هنا القصتين رجعنا زي زمان يا جماعه. القصه راجعه موضه تاني، القصتين فاكرين؟ ايوه ايوه. هي بتتسرح بكذا طريقه. هي ممكن تتسرح على قدام. وممكن يعني تتعمل في الليس برضو بتكون شكلها حلو. احنا اخترنا نعمل ويفز برضو بسيطه تدي فوليوم للشعر. واللون ده ليه قصه يعني، قصه جميله جدا. انا ممكن نشوف البيفور برضو. هي لون شعرها الاصلي ايه؟ هتستغربي ان هي لون شعرها الاصلي بلوند اصلا. بلوند. يعني احنا في مصر كلنا عايزين نروح للبلوند. هي غمقت، هي غمقت. انا بموت في اللون ده كمان. اوكي. احنا عاملين هنا لو لايتس للشعر. بس القصه اللي موجوده للون ده ان هو كانت هي تصبغه اسود. تصبغه اسود. طب طلعت منه الاسود ازاي؟ ما هي دي بقى القصه. هي عملت محاوله اولانيه ان هي تعمل بليتش للشعر وتفتح شويه الشعر. وانا لما جاتني عملت تيست تاني بعد البريتش الاولاني اشوف في الشعر هيستجيب ولا لا، لقيته استجاب معايا. اوكي. وبس ما قدرتش افتح اكتر من كده. يا دوبك خدنا البلوندات الهاديه خالص. بس احلى. احلى. عملنا برضو نفس التكنيك البيبي لايتس في الشعر. وزعناه عشان يدي الميكس اللي حضرتك. طب احمد كويس انت فتحت في قصه اللون الاسود. لو انا شعري لوني اسود وعايزه اطلع لبني لازم اعمل بليتشي؟ لازم. ده لازم جدا. لازم. طب هل اي شعر يستحمل ده؟ لا في الحالة مش دي. أي شعر. مش اي شعر يستحمل، لان دي بتعتمد على بنيه الشعر نفسها واصله لايه. فاحنا بنعمل ده مجرد ان احنا بنعمل تيست في خصله بس من جوه بنقدر نعرف نكمل ولا لا. طب وهل الشعر الاحمر نفس الحكايه لازم اعمل بليتشنج لو عايزه اروح لافتح او اغمق؟ الموضوع بتاع الاحمر او الاسود بيعتمد انت كام مره عملت شعرك اسود او احمر. أوكي. فانا لما بعمل تيست بعرف من نتيجه التيست الشعره دي اتعملت كام مره، اربع مرات، خمس مرات.
لان كل ما بتزودي بتعملي طبعا دي بتصعب الامور. لكن شوية. لازم الاحمر برضو اعمل بليتشنج عشان اطلع من اللون. لازم بليتشنج. طب سؤال تاني، هو ليه الشعر الاحمر يا احمد بيقع من، يعني ليه اللون بيقع؟ بيفيد اللون. بيفيد. يعني دي برضو مشكله كبيره جدا بتواجه ناس كتير بالذات اللي بتعمل الاحمر. اللون الاحمر لون صناعي مش لون موجود. يعني يعني بيتعمل بطريقه ما بيمسكش في الشعر، ليه اسباب كيميائيه شويه. بس انا عايز اقول للناس عشان تبقى بسيطه المعلومه، العنايه بعد ما تعملي اللون الاحمر مهمه جدا. في دلوقتي منتجات بتستخدميها شامبو وكونديشنر معين بيعوض كل اللي اللون بيقع منه فبيخلي اللون ناطق معاكي. بس هو الاحمر من الالوان اللي بتنزل لانه البيجمنتس نفسها بتاعت الالوان ليها طبيعه خاصه ما بتمسكش في الشعر قوي. وهل المفروض يا احمد بعد ما اصبغ شعري هل المفروض اغير المنتجات بتاعتي للشعر المصبوغ عموما، صبغته اسود احمر اصفر، يعني حاجات يكون فيها مرطبات اكتر عشان بس الشعرايه؟ طيب خلينا نقول مع الالوان الفاتحه لازم اخد ترطيب اعلى. يعني انا صبغت الوان فاتحه، كل ما عملت تفتيح على اللون فاتحه، يعني ما اقصدش اللون، ممكن يكون شعرك فاتح اوريدي وعملتي افتح درجه او اتنين، ده ما يعتبرش صبغتي فاتح. لا انا قصدي ان انت بعيد عن درجه شعرك اربع او خمس درجات. هنا بنتعامل مع الشعر ترطيب اعلى، لازم نعمل ترطيب ونعمل له هيدريشن بشكل تقريبا مستمر. كل ما بغسل شعري لازم استخدم حمام كريم كويس، ليف ان كويس، سيرم كويسه، والشامبو طبعا لازم يكون مناسب لطبيعه الشعر عشان اقدر احافظ على شعري الجديد. ممكن تفضلي معانا؟ احمد بجد لونين. بصوا يا جماعه انا نفسي الشعب كله يعمل الالوان دي، عايزين تفتحوا فتحوا الدرجات دي. احنا مش بتوع بلوند، احنا بشرتنا لوننا ما تجيبش البلوند. لونين بجد احمد، انت لو ما كنتش قلت لي ان دول سابقين شعرهم انا كنت افتكرته لون طبيعي، وهو ده بصراحه انا بشوف هو ده الفن، ان الواحد ما يبانش ان هو سابق شعر. احمد بجد بشكرك جدا، نورتني الوان في منتهى الروعه، هختار واحد واجي اعمله عندك ده او ده. الاثنين عاجبيني اكتر من بعض بجد. بشكرك جدا، نورتني. ميرسي جدا، شكرا. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول. ورجعنا لكم تاني واخر فقره، الفقره اللي بحبها. والنهارده انا شايفه فراخ، وانا بحب الفراخ اكتر من اللحمه، فلما نشوف الشيف عامر هيعمل لنا ايه. ازيك يا شيف؟ ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ اخيرا فراخ. اخيرا فراخ. هتعمل لنا ايه بالفراخ النهارده؟ فراخ النهارده هنعمل فراخ مدخنه. فراخ مدخنه؟ لا انا هركز كويس قوي قوي. تقول لنا المكونات يا شيف. المكونات ملح، فلفل، بابريكا مدخنه، بهار، المارينيشن اللي هو بتاع تدخين الفراخ. تدخين الفراخ حلو قوي. المارينيشن ده بيتعمل ازاي؟ المارينيشن ده حضرتك بياخد طماطم وبصل وتوابل، وبياخد سوس بابريكا مدخنه برضو، وبياخد سنه زيت زيتون ويتمزج مع بعضه علشان خاطر، وسنه ليمون علشان يطيب. لو في اي بقايا من زفاره الفراخ بعد ما غسلناها يضيعها. طب هو احنا ممكن نعمل كميه من ده ونخليه؟ ممكن نعمل كميه، منها كميه وهنشيلها وهنطلع اللي احنا عايزينه على قد احتياجاتنا وهنحطها ميكروويف، هتطلع زي الفريش بالظبط. يعني ادخلها في الفريزر وبعد كده احطها في الميكروويف؟ عادي عادي جدا. طب حلو قوي. هتعمل لنا ايه بقى النهارده؟ النهارده هنعمل فراخ مدخنه. حلو. هنعمل نبدا بايه؟ هنبدا بالفراخ المدخنه. هنا اهي حضرتك عادي معانا الورك سليم اهو. ورك بناخد نفتح منابع الدم اللي هي بيتراكم فيها الدم عشان ما نحسش ان هي بعد ما تستوي تبقى نيه. بعدين نعمل الفاصل بتاعها. نقطعها يعني؟ لا نفصلها بس عشان ايه، لو في اي دم ولا كلام من ده في النار بيستوي ما يدينيش اللون الاحمر. طب هو مش معنى الدم ده انها لسه مش نظيفه ولا ايه؟ نظيفه. هو حضرتك العظمه في المفصل بالذات حتى لو خلعتها تلقاها حمراء، ففي بعض الناس بيفكروها ان هي دم. دم اوكي. فبيقرفوا من لا، فاحنا بنفتح كده. لما بلاقي كده بقول الفرخه دي ما اتنضفتش. احنا بنفتح كده حضرتك علشان النار تموت اللون اللي هو الاحمر ده وتبان ان هي مستويه وجوس. وبعدين بنفتح هنا حضرتك الجناب من هنا بحيث ان المارينيشن يتغلغل داخل الفرخه. حلو وتطلع طعمه. حلو قوي قوي. هنا حضرتك بنعمل كده اهي، وبناخد المارينيشن بتاعنا.
طب الفرخه انت قلت لي في الاول ان دي برضو علشان الزفاره، لو في اي زفاره في الفراخ. طب الفراخ اصلا يعني نغسلها بايه؟ تب منك كده ان 100% ما تبقاش زفره. والله حضرتك احنا بنغسلها بميه وليمون وملح بس، وبنسيبها فيها من 5 لـ10 دقايق اوكي لحد ما تستنزف زفرتها خالص. بعد كده نشطفها على الميه الجاريه على الحنفيه. احنا عندنا فخار وعجين بنعملش الا الكلام ده. تحس ان هي تشم الفرخه كده ما فيهاش ريحه زفاره نهائي، ولما تيجي تدخليها النار وتطلعيها تحس ان الحاجه جوس وما فيهاش اي مشكله. طب شيف عامر، الوصفه اللي انت هتعملها والطبخه اللي هتعملها النهارده دي، هل لازم الفرخه تبقى كبيره صغيره؟ والله ليها بلدي عادي على الطريقه دي، ان يكون المفروض يكون الفرخه كيلو 500 كيلو 600 كيلو 500 كيلو 600 ليه؟ أوكي. علشان هي بتاخد وقت في النار ولازم تحتفظ بالمواد الغذائيه بتاعتها ما تفقدش. اوكي. طب امال الفراخ الزغنطوطه دي نعمل بيها ايه؟ في الكيلو كيلو 200 جرام دي للشوي على الفحم. شوي على الفحم. يعني كل مقاس فرخه كل ليها حاجه. كل مقاس لها حاجه. طب والتحمير؟ التحمير نفس برضو بيبقى من كيلو 300 كيلو 400. اوكي. طيب انت عملت ليه؟ عشان هي بتاخد سلق الاول قبل ما تتحمر. اوكي. دي حضرتك كده خلاص. وممكن نعمل اللي انت بتعمله دي بالفرخه كامله، يعني الورك والصدر وكل حاجه. كل حاجه. وممكن حضرتك احنا عندنا فخار وعجين بنطلع برضو الـ ما انتوا بتعملوا اطباق، انتوا مطعم فبتعملوا. هو ده الطبق اللي بيطلع للناس. الحجم ده. الحجم ده. وفي حسب احتياجات الطلب، ما ممكن حضرتك تقول انا عايزه نص صدر وصدر. عايزه فرخه كامله. انت هتدخلها الفرن بالفويل؟ هدخلها الفرن بالفويل. ليه الفويل؟ الفويل بيحتفظ وان النار العاليه بتاعه الفرن ما تلسعهاش. طب في واحده صاحبتي، انت عارفني ان انا مش كويسه في الطبخ، بس في واحده صاحبتي قالت لي قبل ما تدخليها الفرن شوحيها عشان المسام تقفل عشان تبقى جوسي. حضرتك الفراخ لو انا قفلت المسام بتاعها مش هتشرب من المارينيشن. يعني غلطانه مش هتشرب من المارينيشن. دي غلط يعني ما نعملش كده. لا انا لو قفلت مسامها قلبها هيبقى عادم. اوكي. انما فتح المسام، انا بفتح مسامها زي ما وريت حضرتك. أوكي. علشان المارينيشن يخش فيه. طيب بندخلها بقى في الفرن. هتدخلها دلوقتي؟ هتدخلها الفرن. اوكي. مده قد ايه بقى تقريبا؟ هي الفراخ المدخنه اصلا بتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع. نص ساعه لساعه الا ربع. اوكي. بس ان شاء الله في حاجه. طب وانت الاكله دي والفراخ المدخنه دي احلى حاجه تتحط جنبها ايه؟ حضرتك بيبقى في بطاطس مدخنه برضو، صينيه بطاطس مدخنه. الله. بيتاخد جنبيها بطاطس مدخنه ورز بالشعريه. بطاطس مدخنه ده. انا عايزاك تعملها لي دي. عينينا. ورز بالشعريه مدخنه برضو ولا لا ايه؟ لا لا مش رز بالشعريه. لا ده اكتشافاتي، يمكن طعمها يبقى حلو. انتش عرفك ما ندخن الشعريه، انتش عرفكم يمكن طعمها يبقى حلو. لا 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 يمكن لا. ليه الشعريه ما تخشش الفرن احسن؟ طب من غير، لا نعملها سموك، نعملها مدخنه. سموك؟ لا ما تدخنش. ما تدخنش ليه؟ نشويات هتدخن. معانا دكتوره شيرين امبابي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا امينه؟ النهارده طاجن فراخ مدخن. الفراخ فيها سعرات اقل من اللحمه صح؟ كتير. طيب لو ورك، يعني الشيف عامر عامله لنا بورك، الورك اكتر ولا الصدر؟ لا الورك. الورك اكتر. ده انت حافظ يا شيف عامر. الشيف عامر قال الورك. طب كام كالوري تقريبا الفرخه دي؟ كام جرام يا شيف؟ 1500 جرام. 1500 جرام، فالورك ده يبقى فيه كام كالوري؟ بصي ال 100 جرام من الوراك بيبقى فيها تقريبا 177 كالوري. احنا عاده بنتكلم 100 جرام. 100 جرام 177. ولو الصدر يا دكتور؟ 100 حاجه و60، 162 163، مش فرق كبير يعني. طب الفراخ السعرات بتاعتها، يعني القيمه الغذائيه كويسه والسعرات قليله يعني؟ طبعا، وبروتين وبيشبع، فدي حاجه كويسه جدا. طب دكتور، هل طبعا الفراخ تقدر تخش في اللو كارب دايت وتقدر تخش في الكيتو صح؟ طبعا. طب قول لنا لو هندخله في الكيتو ندخله ازاي وجنبه ايه، ولو في اللو كارب نعمل ايه؟ طيب لو احنا بنتكلم لو كارب، لو كارب اللي هو عادي انا ماشيه قليل النشويات عادي البروتين، ممكن اتغدى يعني فراخ او ادخله مثلا كوجبه زي اللي احنا عاملينها الفراخ المدخنه،
شيش طاووق، فراخ في الفرن، ايا كان بطاريه سواها مفيش مشكله. وباكل بكميات اللي تناسبني على حسب كل واحد محتاج قد ايه. دي عادة يا دكتور، ابدا في السلطه يا شيف، ابدا انت في السلطه يا شيف. سوري يا دكتور كملي. لا ولا يهمك. لو بنتكلم في كيتو، فالكيتو بيبقى محسوب كميه النشويات اللي محتاجينها في الاكل. يعني احنا مثلا بنتكلم هناكل 20، بنبدا مثلا ب 20 جرام نشويات صافيه. النشويات الصافيه دي اللي هي النشويات بدون الالياف اللي بتبقى فيها. فلما بنيجي ندخل فراخه اكل جنبها قد ايه؟ مثلا طبعا الكيتو ممكن ياكل جنبها اي حاجه خضار، ممكن ياكل جنبها حاجه بكريمه، ممكن ياكل حاجه جنبها موزاريلا. ده ما بيبقاش فيها مشكله ان هو محتاج يعلي نسبه الدهون، بس الخضار اللي بيبقى جنبها بيبقى محسوب على حسب صافي الكربوهيدرات ان هو المفروض ياخده في اليوم. بشكرك جدا يا دكتور، دايما بتفيدينا بتبس اكيد هتساعد كتير من المشاهدين. شكرا يا دكتور. انت انت خلاص كده، انت مش هنستنى الفرن طبعا طلع لنا بقى كده. لا ده الشيف عامر النهارده عامل لنا ايه؟ مش ممكن تكون خلصت يا شيف. انت معاك واحده ثانيه. بصوا يا جماعه، يعني اكل فعلا يفتح النفس. الله الله يا شيف. انت عارف ان يا شيف ان التقديم اهم 100 مره من الاكل ذات نفسه. لا حضرتك العين بتاكل قبل البق. بالظبط، العين بتاكل. يا جماعه الاكله دي حتى لو بشويه الرز دي فعلا اكله صحيه، والكالوريز فيها مش كتيره خالص. وبجد يا شيف انا بشكرك قوي، انا بتعلم منك كتير قوي، باخد وصفات اروح اعملها في البيت بس ما بتطلعش نفس الطعم. تحت امر المشاهدين وفخار وعجيب، تحت امر اي مشاهد. طب يبقى تحت امرنا كمان، تحت امر حضرتك طبعا فوق الكل. شيف عامر بجد بشكرك جدا جدا جدا. للاسف وقت البروجرام خلص. يا ريت بجد كل الفقرات النهارده تكون عجبتكم. البروجرام كل يوم سبت وحد الساعة 7 مساء، من 7 ل 8، والإعادة يوم الخميس والجمعة الساعة 10 صباحا. أقول لكم باي باي وأشوفكم الأسبوع اللي جاي.